المقابلة كانت تنافسية في مقابلة، كان لاعب من كلا الفريقين، ولكن كان أداء المنتخب الوطني نسبيا معقول، قدم كرة مزيانة، ولكن ما حلفوش الحظ خصوصا في ركلة الجزاء اللي ضيع اللاعب زياش واللي ضيع لهم المقابلة. و فالي سويرتي ما كانش عندهم سويرتي اليوم، بينارتيس ما كانوش مستعدين واقيلا، لان كنلاحظوا ان حتى شي ضربه جزاء ما كانت في المستوى. ايوا الكره هي هذه، واخا قدم لاعب مزيان، قدموا مباراه جميله، ولكن بالي نسويرتي هو ما كاينش الاداء في الحقيقه، ما كاين لا اداء ولا اللعب ولا يعني كنا دون المستوى، وفي الحقيقه دائما دون المستوى كنكونوا علاين وكنفرحوا، يعني الاداء ما كاينش، وهاداك الشيء كيوقع. ولكن زياش ما عرفتوش شنو كان كيدير في الماتش كامل هو كيضيع، المره اللي فاتت كيضيع، يعني ما عرفتش علاش لونترينور كيخليه تما، ما عرفتش علاش خلاه تما. الا جيتي تشوف الماناجمنت، حنا كنشوفوا الريزولتا ما كاينش، يعني مدرب ظريف زوين مزيان، الناس كيبغيوها، المغاربه كيبغيوها، ولكن الريزولتا ما كاينش، وملي ملي الريزولتا ما كاينش خصو يمشي بحاله، وبزاف ديال اللعابه خصهم يمشيو بحالهم تما. اللي بان لنا في هذا الماتش هذا هو مازال ما لقيناش منتخب اللي كيلعب على الرايه، كيلعب على التوني. كنشوفوا منتخبات اخرين كاملين كيلعبوا على التوني، حنا عندنا منتخب كل لاعب كيلعب لراسو، كل لاعب كيفكر لمصلحته الخاصه، مازال كتشوفهم كيدابزوا في وسط الماتش، ما فهمنا حتى شي حاجه اخويا. نتمنوا الافضل ان شاء الله في المستقبل. كما تفرجتوا معنا كاملين ما فهمناش زياش شنو وقع له، واش ماشي في نهارو، وقيلا سوء التركيز،